فيوت نمبشي نمببنو ما اس اواب ونوتي ونوت امين. هنكمل مع بعضينا محاضرات اللغة القبطية كيف تقرأ وتكتب لغة قبطية. احنا خدنا الحروف، قلنا ان الحروف 32 حرف، قلنا في 7 متحركين و 25 حرف ساكن. اخدنا الحروف الساكنين. النهاردة هناخد مع بعضينا الحروف المختلفة شوية. حرف زي كده نكتب 2 بالعربي واتنين بالانجليزي ونوصلهم ونحط صليب. الحرف ده اسمه ايه؟ ابسي وينطق ابس. اسمه ابسي وينطق ابس. كل اللي انا بعمله ان بكتب 2 بالعربي واتنين بالانجليزي واوصلهم ببعض واحط ايه؟ صليب بينهم، فيبقى ده اسمه ابسي وينطق ايه؟ ابس. لو اخذنا كلمات على الحرف ده زي كلمه زي كده. إبسوتير معناها ايه؟ مخلص. كلمة إبسوتير معناها اخطيت إبسوتير معناها مخلص. كلمة إبسوتير معناها مخلص. أقول مثلا كلمة زي كده إهمي إبسيت، وكلمة إيه ما إبسيت ده اللي هو 49، عايز أقول مثلا 49، فإيه ما إبسيت. تمام؟ هناخد بقى حرف تاني مختلف اللي هو حرف ده كده زيتا، لكن لو عملت له كده يبقى حرف إكسي وينطق إكس برضه زي كلمة سايكس. جسد، تعال نشوف كده زي كلمة سايكس. صار كلمة صار ريكس وهي معناها ايه؟ جسد. زي كلمة بنقولها، بنقول دايما بنقول في قطع الإجبية زوك سابترين كأيو زوك سا. زوك سا معناها مجد أو المجد. تمام؟ زي كلمة مستحق بنقول في القداس أكسيون كزي كيون أكس أكسيو أكسيوس. أكسيوس معناها مستحق. يبقى الحرف ده اللي هو إيه؟ إكسي. زي زيتا مضاف إليه العلامة دي. هناخد بعد كده تلات حروف ليهم نطقين. عندنا في تلات حروف ليهم نطقين. في تلات حروف في القبطي ليهم نطقين. أول حرف الحرف ده بالعربي إيه؟ د، صح؟ كل اللي أنا بعمله في القبطي إن أنا بكفل الحرف فيبقى كده د، بس ليه نطقين. ساعات تتنطق د وساعات تتنطق إيه؟ ز. إمتى يتنطق د وإمتى يتنطق ز؟ ينطق د ينطق دال في الأسماء والأعلام. أي اسم أو علم أنطق دال على طول، زي دافيد، دانيال، أي اسم. طيب في باقي الحالات، في باقي الحالات ينطق دال. يبقى الحرف ده الدلتا ليه نطقين، يا دال يا زال. دال في الأسماء، زال فين؟ في باقي الكلمات، في الأسماء أو الأعلام. زي مثلا هكتب كده مثلا نقول إيه؟ دافيد. اتنطق إيه؟ دافيد اللي هو داوود.
هقول مثلا دا مثلا نقول ايه دانييل اللي هو ايه دانييل دانييل. طب ده لو دال. طب لو زاد في مقر كلمات اقول مثلا ايه في كلمه دايما بتقولها في التسبحه اللي هو ايه عايزين نقول مثلا جنود زي ناميس جنود بتنطق ايه ذال ذينا ذينا ميس كلمة ذينا ميس معناها ايه؟ جنود يبقى ممكن ينطق ذال وممكن ينطق ايه؟ ذال في الأسماء ينطق ذال في باقي الحالات بينطق ذال عندنا حرف بعد كده اللي هو تاني حرف في الأبجدية القبطية مش بنقول ألفا فيتا غما دلتا ألفا فيتا يبقى تاني حرف اللي هو إيه؟ الفيتا حرف الفيتا حرف الفيتا اللي هو كده اسمه فيتا عندي نطقين ليه ممكن ينطق ب ممكن ينطق ب وممكن ينطق ف اللي هي بتعرف نقط ب طب ينطق ب امتى ينطق ب اذا جاء في اخر الكلمه جاء في اخر كلمه زي كلمه مثلا يعقوب جفين في الاخر فبنطق ايه به يعقوب او في الاسماء والاعلام وده عشان اسم كمان زي كلمه نوب وكلمه نوب معناها ذهب دي يعقوب معناها يعقوب يبقى ينطق به في الاسماء واذا جاء فين في اخر الكلمه أنطق به زي مثلا غابريال زي مثلا اس او واب اها اف او واب اف او واب وكلمة اس او واب معناها مقدس نطق بها عشان جه فين في آخر الكلمة هو جه في آخر الكلمة أو في الأسماء أو جاء بعده حرف ساكن لو جه بعده حرف ساكن ينطق إيه؟ ينطق برضو ايه؟ ينطق ب. امال ينطق ف امتى؟ اذا جاء في اول الكلمه. اذا جاء في اول الكلمه. زي كلمه مثلا ايه؟ فال. وكلمه فال معناها عين. عشان جه في اول الكلمه فقلت ايه؟ فال. طيب أو جاء بعده حرف متحرك زي كده مثلا كلمة دايما بيقولها أنت في كان نو في نط إيه فول ليه اتنطق به؟ لأن جاء بعده حرف متحرك لكن ده لو جاء بعده حرف ساكن إيه ده؟ جاء بعده حرف متحرك إذا جاء بعده حرف متحرك ينطق إيه؟ ف فتبقى مثلا فاق أو زي مثلا فاقي كلمة فاقي معناها مدينة تمام؟ ده بالنسبة لحرف الفيتا هناخد حرف تاني اللي هو حرف السيتا هناخد حرف اللي هو حرف السيتا وحرف السيتا ليه نطقين يا ت يا ف حرف السيتا برضو ليه نطقين اللي هو الحرف ده سيتا ليه عندي ايه ليه عندي نطقين ليه عندي نطقين إما إن هو ينطق ت
هو ينطق ايه؟ ينطق س. طيب امتى ينطق ت؟ اذا جاء قبل الحروف دول الشار او السيمة او الطاف. لو اذا جاء، اذا جاء قبل الثلاث حروف دول ينطق ايه؟ ت. زي كلمة كده مثلا اس اوي، مثلا اس اوي معناها رائحة، او مثلا اش، مثلا هقول ايه؟ اش اشتين، وكلمة اشتين معناها قميص، او اس مثلا اقول اس اس نوفري مثلا، وكلمة اس استوي نوفي، استوي نوفي، استوي نوفي معناها ايه؟ بخور. دي تنطق الاس ودي تنطق الت، عشان جه بعد جه قبله الحرف السين، ودي عشان جت قبل الشاي فتنطقت اشتين استوي نوفي. كلمة استوي نوفي معناها بخور. باقي الكلمات في باقي الحروف ينطق ايه؟ سه. زي مثلا سليل، هنقول مثلا سليل معناها تهليل. زي مثلا اس اواك مثلا مقدس اف اواك. يبقى في باقي الحالات ينطق س. لو جه قبله الثلاث حروف دول ينطق ت. ولله المجد الدائم الى الابد امين.